فمن بعد ما الإعلام الجزائري بدأ كيضرب في المقدسات المغربية خصوصا في جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والحلقة درناها معكم البارح كيفاش كيقولوا على أن الملك محمد السادس حفظه الله هرب إلى فرنسا ومقاتلات وتطاحنات في القصر الملكي. فاليوم غادي تخرج القناة ديال ميدي أن تيفي وغادي تعطي العصير للكبرانات وغادي تبين الحقائق ديالهم. كذلك إخواني أخواتي الإعلام ديالهم الخبيث كيستغل تدوينه اللي خرج بها زياش، كيستغلوا لضرب في المغرب. واليوم الكرغولية واللي ادعت على أنها مغربية وبدات يعني كتشوه في الصورة ديال المغرب، اليوم كينزلوا عليها بعقوبات ثقيلة. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمنى وتكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. دائما معكم أختكم لبنى من قناتكم المتواضعة لبنى نيوز، واللي كنتمنى أنكم تدعمونا باللايك ديالكم، تبارطاجيو هذه القناة، وما تنساوش كتابة التعليق فهي مهمة جدا لدعم المحتوى. فعلى بركة الله نبدأ موضوعنا لليوم، وغادي نبدأ بهذه الكرغولية. الكرغولية اللي كامل المغاربة شافوها، وصراحة ملي كتسمعها كتهضر في الأول كتبورش عليك صحتك، كتقول واش كاين شي واحد عايش بهذه الطريقة. فخرجة كتبكي وكتشكي كتقول غادي نعطيك ليتي باش نحرق، راه ولدي كنرفس ليه الخبز والماء، راه مريضة. فصراحة كاين اللي تقها، لكن منين بدات كتدخل وكتخرج في الهضرة فالأغلبية عقوا بها وعرفوها باللي نصابة وعرفوها باللي مدفوعة من طرف النظام الجزائري باش يضربوا في المغرب. أنا إخواني أخواتي بزاف ديال الصحافة مشاو سولوا على هاد الكرغولية في وجدة، لقاو بلي ساكنة في واحد السكن يعني عادي كمواطن متوسط، لقاو بأنها مطلقة وأن الطريق ديالها كيصرف عليها أو كيصرف على ولده، وأن الأم ديالها في صحة جيدة، واتضح الأمر أو هي اللي خرجت وكتقول بلي هي جزائرية لكنها مستقرة في المغرب. فمن بعد التحقيقات تكتشف بلي كلشي كذوب في كذوب، غير كتكذب علاش لضرب في السمعه ديال المغرب، ادعاءات كاذبه واستغلوها بطبيعه الحال اعداء المملكه المغربيه الشريفه. فهي كرغوليه. فتصوروا الاخوان اللي شاف الفيديو تصوروا كيفاش خرجت وكتحدانا، كتحدى المغاربه، كتقول غادي نجلس هنا غادي نقعد هنا في المغرب. فهي كرغوليه جات للمغرب كضيفة، حنا نقول لها مرحبا بك، ولكن باش هي تقول نقعد هنا في المغرب يعني ما كاينش اللي غادي يخرجني، يعني كتحدى المغاربة. اليوم إخواني أخواتي من بعد تحقيقات مطولة تكتشف بلي هي كرغولية جزائرية، وأنها دعت أنها مغربية وقالت بلي الأب ديالها مات بالجزائر، واتضح الأمر بلي غير كذوب في الكذوب. اليوم النيابة العامة الإخوان كتنزل عليها بعقوبات ثقيلة وتستاهل صراحة. اليوم أخبار كتقول باللي تعتقلات وتوجهت لها أو وجهت لها النيابة العامة تهم ثقيلة، لأن هاد السيدة الهدف ديالها هو أنها تجعل من المغرب مادة دسمة لحقوق الإنسان، تضرب في الدولة وتقول باللي راح غادي نبيع حتى الكلوة ديالي باش غادي نحرق، يعني راني كنعيش واحد الجحيم في المغرب، يعني كتوسخ الصورة ديال بلادنا. كذلك إخواني أخواتي الإعلام الخبيث، الإعلام الخبيث اللي خارج كيستغل زياش والتدوينه اللي خرج بها. فغادي نسمعوا شنو قالوا نرجعوا من بعد. لك فو ميو بار كو جامي، يعني انا نحييه من هذا المنبر هذايا، يعني خدم موقف شجاع شجاع، والموقف هذايا يعني ضد الناس اللي يتساند في الكيان الصهيوني، وضد خاصة البلد تاعو، البلد تاعو يعني معروف هو البلد الأول اللي ساند الكيان الصهيوني واعترف به بالتطبيع. قول له من هذا المنبر حكيم زياش ربي يوفقك، لأن خديت قرار وتكلمت، وهذا الكلام هذايا يبقى للتاريخ. وقد يجعل له مشاكل علي بن شيخ حتى على مستوى بلده، لأنه كان مباشر وقال بما فيها حكومة بلدي التي تساند الكيان الصهيوني. علي بن شيخ حديثه أتلج صدور الكثير من الناس اللي تضامنوا مع القضية الفلسطينية. نذكروا فقط أنه العدوان الغاشم ستمر عليه تقريبا سنة كاملة على ما حدث في 7 أكتوبر، احنا على مقربة 7 أكتوبر بعد مرور قرابة عام. المقاومة الفلسطينية لا تزال باسلة وواقفة إلى آخر. فصراحة ما كناش باغين كاع نتطرقوا لهذا الموضوع أو نهضروا على هذا الموضوع ديال زياش، لكن لقينا الإعلام الخبيث ديال النظام العسكري الجزائري استغلوا هذا الشيء باش يضربوا في الدولة المغربية. فالكراغلة ما كيهمهمش
يعني غزة، أو ما كتهمهمش القضية الفلسطينية ولا غزة ولا حتى شي حاجة. اللي كيهمهم هو أنهم يضربوا المغرب. الكلام ديال زياش شاهم على الخطر، لأنهم خرجوا كيقولوا باللي الكلام ديال زياش ضد المخزن، هاد المخزن اللي كيدعم إسرائيل، وأن زياش خرج بتغريدة كينتقد فيه الدعم المغربي للإبادة في غزة. فهذا هو اللي كيهمهم، خصهم كيفاش يوسخوا الصورة ديال المغرب، كيفاش يضربوا في المغرب انطلاقا من ولاد المغرب. فهذا هو الهدف ديال الكرغولي. لكن غادي تخرج قناة ميدي أن تي في المغربية، وأخيرا أخيرا الإعلام الرسمي المغربي رجع حتى هو كيرد عليهم، فاعطى العصير للكبرانات خصوصا الاعلام او الابواق ديالهم، واللي ما كيفوتوش شي فرصه باش يهاجموا المغرب، الاكاذيب ديالهم والتزوير الحقائق اللي ما كايناش. صراحه هذا التقرير عجبني مزيان، هذا التقرير ديال ميدي ان تي في، واللي سلط الضوء على الفضائح الجزائريه، واللي كيتعتبر كرد قوي لهذا النظام العسكري الجزائري، واللي كيتدخل لنا في الشؤون الداخليه لبلادنا. اليوم واحد التقرير مزلزل، هو رد، يعني خصنا نعتبروه رد مزلزل على الاكاذيب ديالهم، على اي الادعاءات وتزوير الحقائق، واللي دائما كيخرجوا يتهجموا علينا، يتهجموا على المغاربه، على المغرب كدوله، على المؤسسات الملكيه، وعلى الملك محمد السادس حفظه الله. فغادي نشوفوا واحد التقرير اللي هو جميل جدا، وكنتمنوا ان القنوات الرسميه بحال هكا يعني حتى هما يردوا على هذا النظام العسكري الجزائري. فنخليكم مع التقرير، وما تنساوش انكم تدعمونا بلي لايك ديالكم، تبارطاجيو هذه القناه باش تعم الافاده والاستفاده. نخليكم مع التقرير. تتحول الهتافات في المدرجات إلى نداءات استغاثة، كيف؟ عندما تصل الأمور إلى مرحلة الاحتقان الشديد والشارع يشعر بأنه مقيد ولا يسمح له بالتعبير عن رأيه بطرق حضارية، في هذه الحالة لا حاجة لاحتجاجات سياسية أو مظاهرات اجتماعية تجوب الشوارع، فحفلة فنية أو ربما مباراة رياضية تكفي لإشعال شرارة الغضب. وهكذا كان تماما المشهد في الجزائر مؤخرا خلال مباراة لكرة القدم جمعت نادي مولودية الجزائر بضيف اتحاد المونستيري التونسي. المناسبة كانت رياضية بحتة، والحدث على أرض الملعب كان من المفترض أن يكون مواجهة كروية بين فريقين متنافسين، لكن الأحداث اتخذت منحا آخر تماما عندما تدخلت قوات الأمن الجزائرية. فبدلا من أن تقوم هذه الأخيرة بدورها في حماية الجمهور وضمان سير المباراة بسلاسة، اختارت اللجوء إلى الحل السريع، العنف المفرط، وكأن الجمهور هو العدو الحقيقي الذي يجب قمعه، وليس مجرد مشجعين جاءوا لمتابعة مباراة رياضية فانتهى بهم الحال في مشاهدة عرض حي لفن القمع الجماعي في سيناريو تتقنه السلطات الأمنية في الجزائر بشكل احترافي. ولعل الأسوأ فيما وقع وتابعه العالم هو أنها ليست حالة استثنائية، بل التعامل العنيف مع الجمهور أصبح أمرا مألوفا في الجزائر في العديد من المناسبات، وكأن السلطات الأمنية هناك باتت ترى في أي تجمع فرصة محتملة للفوضى يجب قمعها حتى قبل أن تبدأ، اعتقادا منها أن مفهوم الأمن ليس حماية المواطنين، بل حماية النظام من غضب المواطنين.